بايبي راح نسوي اليوم بسبوسة بالفستق. راح اكتب المقادير جوا الفيديو. راح اخلي 3 بيضات والمواد السائلة اول شيء. لبن 1.5 كوب. هذا كوب وهذا نص. زيت نباتي 1 كوب. زبدة تقريبا 1/4 كوب. وأخبط ليمون ليمون زست نخلي ملعقة بيكنج باودر، رشة ملح، 1.5 كوب سميد، 1 كوب شكر، 1.5 كوب جوز الهند، 5 ملاعق أكل حليب نيدو. راح نخلي 1 كوب فستق ونغبط نغبط ونرجع لكم. أيضا خليت ملعقة فانيلا. خليت الفرن على 350. هسا راح أخلي البسبوسة بالقالب أو بصينية الفرن اللي عندكم. طبعا دهنت القالب الراشي، راح اخليها واتركها ترتاح بعدين نص ساعة وبعدين ندخلها للفرن. طبقة كريمة للوجه، راح اخلي خليت كيري وخليت علبة قشطة، وراح اخلي شوية حليب مكثف حليب محلى كدي نف، وراح اخبط. ادخلها للثلاجة لكم دقيقة بين ما تخلص البسبوسة مالتنا. اخبطها وارجع. 1/4 ملعقة فانيلا وهسه راح ادخلها للثلاجة. ان شاء الله طلعت من الفرن، راح اخليها معونة التقديم حتى نزينها. طبعا نسيت اقول لكم كانت عبارة عن 2 كوب سكر مع 1 كوب مي وشريحة حامض. هسه تشبعت، اذا تشوفون تشبعت، راح اتركها شوي حتى تبرد وحتى اخلي طبقة القشطة ونزينها. التزيين راح اخلي طبقة القشطة اوزعها وارجع لكم. اكمل التزيين بالفستق. أكمل وأرجع لكم.
طبعا وصلنا للنتيجة النهائية، وما احكي لكم على الطعم. الفستق مسوي شغل يعني روعة بالبسبوسة. اتمنى تجربوها وتقولوا لنا رايكم بيها. بالنسبة لي trust me the taste it's amazing، يعني الطعم delicious. نشوفكم ان شاء الله بوصفات ثانية، واشوفكم بخير ومع السلامة.